والآن مشاهدينا نتابع الأحوال الجوية. عودة مرة أخرى إلى دينا شرف. شكرا لك أميمة، شكرا لك إيمان، والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل البرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات، ونبدأها من القاهرة والعظمى 17 والصغرى 9، الإسكندرية 16 10، مطروح 15 9، بورسعيد 16 9، الإسماعيلية 17 9، السويس 17-9، العريش 16-9، طابة 18-12، شرم الشيخ 22-14، الغردقة 22-14، الأقصر 22-10، أسوان 22-11، الوادي الجديد 20-9، شلاتين 25-13، وأخيرا حلايب 22-14. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.